تقوم الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل المتمثلة بإدارة صيانة مشاريع الري والبزل ذي قار بأعمال حفريات جداول المبازل ومعالجة شحة المياه ورفع الترسبات والتطهيرات، إضافة إلى أعمال حفر المسالك السالات الماء الموجودة على الرئيسية على الأنهر الرئيسية والجداول، عليها إضافة إلى أعمال مسالك الأهوار هور أبو زرق وهور التشبايش عليها، حيث تم زج أكثر من 65 حفارة مختلفة في المحافظة وعلى عموم أقضية المحافظة، والحمد لله العمل مستمر عليها برفع الحفريات والترسبات عليها. رئيس مهندسين أقدم حسين عبد الرضا هاشم، مدير صيانة مشاريع ري وزل ذي قار.